مشاهدينا نحييكم من جديد. هذا الجزء من النقاش يتعلق بمواجهة بين النواب وأهالي الدائرة الذين انتخبوهم. احنا دعينا من قبل إلى قلنا لكل المواطنين حاسبوا نوابكم، هاتوهم كده وحاسبوهم قولوا لهم عملتوا لنا إيه، هل أخذتم مواقف مساندة لنا، طيب القضايا المتعلقة بارتفاع الأسعار والغلاء والإحباطات المعيشية، طب عملتوا إيه للدائرة فيما يتعلق بالخدمات؟ ما هو في قضايا مختلفة، في قضايا متعلقة بالقضايا العامة والتشريع وعناوين عامة، وفي قضايا متعلقة بالخدمات. يعني حاسبوا نوابكم دعوة أطلقناها وما زلنا بنطلقها، والحقيقة ده في إنه في مجموعة من أهالي الدائرة عملوا حملة اسمها لا يمثلون، في إشارة إلى النواب الذين يمثلوهم في مجلس النواب الآن. طب هل الحملة تستند لمعايير موضوعية ولا لا؟ هنسمعهم في مواجهة النواب. أستاذ، خلينا أقدم الأول أستاذة عبير طقبية عضو مجلس النواب دائرة منيا القمح شرقية، اهلا بيك. اهلا بك استاذ. دكتور محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس نواب دائره منيا القمح شرقيه، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ المشاهدين. منسق حمله لا يمثلونا مدحت عبد المجيد، استاذ مدحت اهلا بيك. اهلا بيك ازواج. مهندس سعيد درويش المدير العام لمكتب خبراء وزاره العدل منيا القمح، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ مدحت، لا يمثلونا ليه؟ اولا يا فندم، هو دور النائب هو دور تشريع القابش. للاسف الشديد احنا في دائره منيا القمح احنا عندنا اربع نواب. مش اثنين بس، ثلاثه وواحد قايمه. القايمه الاستاذ وجيه حسين اباظه، والثلاثه النواب الاستاذ خالد مشهور، الدكتور صلاح عبد البديع، الاستاذ عبير. احنا في البدايه بنشكرهم اللي هم فرضوا نفسهم وجونا، وبنشكر حضرتك. يعني كويس، يعني في نواب كتير ممكن يقول لك طب وانا اجي ليه اواجه الناس؟ تمام، ويبهدلوا احنا نديهم حقهم اللي هم جولنا دلوقتي، فاحنا مشكورين اللي هم جولنا. وبالاضافه انا بشكر حضرتك اللي احنا قدرنا نتقابل معاهم في وجود حضرتك. لا ده انا اللي يسعدني جدا، والحقيقه ده للمشاهد اول، وزي ما بقول لكم اتمنى ان هذا النموذج يبقى النواب عندهم شجاعه كده انهم يقول لك طيب انا مستعد اواجه اهالي الدائره، ايه ما اخذهم علينا؟ بيتهمونا ليه؟ ليه وصلتوا الى انك هنا؟ لا ده انت بتقول لا يمثلونا وعاملين حمله تمام لسحب الثقه منهم انهم خلاص لا يمثلوكم ليه؟ استاذ وائل، احنا في البدايه دور النائب هو دور تشريع القابش. هنخش مثلا للجانب التشريعي. انا ما شفتش النواب الاربعه عندنا، ما بخصش حد بعينه، النواب الاربعه عندنا لا اقترح قانون ولا قدم قانون برغبه ولا 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 ولا, ولا. هنخش على الدور الرقابي، الاحوال سيئه جدا 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 بين القمح. عندنا ازمه في المواصلات، عندنا التكاتك في الشوارع، عندنا اطنان اطنان من الزباله، عندنا 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 عندنا. وكان النواب على فكره انا كان ليا يعني في الدائره الضيقه المتعلقه بمنيا القمح، على اعتبار الدائر يعبر عن دائرتي ويعبر عن الوطن ايضا ككل يعني. تمام. لكن في الدائره الضيقه اللي هي الدائره اللي انتخبوها ما عندناش أي مشاكل ضخمه جدا ومفيش اي خدمات. الاستاذ عبير والسيد النائب والنواب كانوا، انا على فكره ليا توكيل من الدكتور صلاح عبد البديع، كنت انا موكل له في اللجان اربع ايام، كنت واقفه مع رجلي الدكتور صلاح عبد البديع رجل قانون، واحنا على فكره احنا فهمنا الناس كلها، قلنا ان المجلس اللي جه ده مجلس مش خدمي شخصي، ده مجلس علشان يشرع القوانين. للاسف ان المجلس اللي احنا انتخبناه علشانه ما لناش اي قوانين، وحضرتك حاسس واحنا حاسين مصر كلها حاسه اللي احنا بنعاني من تقصير في القوانين، قوانين بتطبق، قوانين بتتاخر، قوانين بتطلع وترجع تاني. انا اكون خدمه مدنيه، اما يكون مجلس فيه فقهاء دستوريين على اعلى مستوى، والدكتور صلاح عبد البديع دكتور فقيه دستوري، وكل خدمه مدنيه يطلع ويرجع تاني العور. طب احنا انت الترزه ما يرجع له البنطلون تاني لازم يبطل المهنه. طيب. ده فقط ولا عندكم مآخذ متعلقة بنقاء اليد وطهارة اليد؟ احنا هل في عندكم أي اتهامات متعلقة بالفساد المالي لا لا لا، احنا بس اللي احنا سمعناه اللي فيه فساد في التأشيرات، تأشيرة الحج، فاحنا كل اللي عايزينه منهم
يقولوا لنا تأشيرة الحج راحت لمين. راحت لمين؟ احنا على فكره ما بنتهمهمش، هم على اعتقاد الشخصي هم اشرف ناس بدل احنا اللي انتخبتهم. لا ما بتتهمش، انت بتقول لك لا يمثلونا، يعني انت بتطالب بصاحب الثقه منه، يعني دول مش نوابنا. ما هو يا فندم اما انا بقول له انت، انا عايز يقول لي ان ليه تأشيرات حج وتلات خدمه الحجاج اديتهم لمين؟ تأشيرات الحج؟ احنا سمعنا في الاعلان مش نواب من القمح، في الاعلان اللي فيه نواب كتير باعوا تأشيرات. ما جايز نواب مين يا القمح ده يا غيرتك، ما لهمش علاقه. تمام، احنا عايزينهم يقولوا لنا علاقه ولا مالناش علاقه، دي واحد. طب ما انت لو سالته هيقول لك ماليش علاقه. مش عارفين نتواصل، انا اتصلت انا ما تشوفهمش؟ لا ابدا. طيب ابدا استاذ، من عشان بس نبقى بين ايه، بن باخد وجهات نظر المختلفه، وهنشوف طبعا، لان انتوا كنت كان العدد يعني ما ينفعش يدخل كله، هيبقى معانا بس حد منهم اتنين على التليفون. يعني مهندس سعيد، ايه المآخذ لما تعملوا حمله لا يمثلون ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر حضرتك وبشكر اداره القناه واداره البرنامج، الله يخليك، انهم ادونا الفرصه النهارده نلقي الضوء على بعض السلبيات اللي في دايره منيا القمح، وننقل صوت بعض ناسنا واهالينا من دايره منيا القمح. والنهارده احنا مش جايين لا نهاجم حد ولا ندافع عن حد، بقدر ما احنا جايين نتناقش ونلقي الضوء زي ما بنقول على مشاكل منيا القمح في وجود الساده النواب. انا بشكر وجودهم وبحييهم. لا انا بس قضيتي، انا قدام نموذج مجموعه من المواطنين انتفضوا وقالوا النواب لا يمثلون. خلينا ناخد الموضوع بصفه عامه زي ما حضرتك قلت، انا سبت اخويا الاستاذ مدحت يتكلم. طب هو عشان الوقت ندخل في الموضوع. فهي القصه باختصار، منيا القمح دايره نموذج لكل مكان في الجمهوريه. مشاكلنا زي كل مشاكل الجمهوريه، هو كنا بنتطلع واهالي منيا القمح بيتطلعوا ان احنا في مرحله جديده فعلا، مرحله فيها نواب جدد نحسبهم على خير، كنا نظن فيهم ولحد الان بنظن فيهم خيرا. وانا يعني زي ما اقول لحضرتك، انا هلقي الضوء على المشاكل لما اللي هي لما تجمعوا توقعات لسحب الثقه منهم. خليني بس اتكلم انا في المشاكل، وخلي الاستاذ مدحت هو يتكلم في، هو منسق الحمله دي، هو يتكلم في الموضوع ده. خلينا اتكلم في مشاكل منيا القمح. واحنا كل مراكز مصر عندها مشاكل بالظبط، احنا هنتكلم فيها ونقول ايه اللي احنا كنا طموحين فيه. بس ده مش موضوعي، موضوعي انا امام نموذج بيقول لنوابهم انتم لا تمثلونا لهذه الاسباب. انا شايف كده ان انتوا بعدتوا خالص. احنا هنقول الاسباب، وبلاش يعني ان احنا ناخد الموضوع شخصنا زي ما حضرتك بتقول. احنا هنقول الاسباب، ايه اسباب او ايه التقصير اللي واضح منهم. بص انت لغايه دلوقتي، شوف انا اخد السؤال، طب ندخل في الموضوع ده. سيبني بس اكمل. يعني لازم عشان المقدمات كتير يا مهندس، معلش لازم ناخد الموضوع ده. انا اللي بنظم الوقت. احنا عندنا زي ما قال الاستاذ مدحت، دور عضو مجلس النواب هو تشريع ورقاب. مش هعيد اللي قاله. تمام، احنا الدور التشريعي هو سن قوانين. احنا ما شفناش ولا قانون طلع بيمس حياه المواطنين اللي هي بيشوفها يوميا. عندنا مثلا في منيا القمح، لو خدت حضرتك في طريقي داخل منيا القمح في الطريق الرئيسي اللي هو شارع سعد زغلول، هنلاقي على حرم الطريق كم المباني المخالفه اللي بتتبني على حرم الطريق، على ارض زراعيه. على ارض زراعيه، انا بسمي منيا القمح نموذج للفوضى حاليا. على ارض زراعيه، اشغالات في الطريق بتشغل اكتر من نصه، مقاهي وورش وبيع محلات وفي وسط الشارع سيارات. كل دي مشاكل بتخلينا احنا كمواطنين في منيا القمح حاسين ان احنا في كابوس. مشكلة. طب انت بتحمل النواب ليه المسؤولية؟ اولا ليه المسؤولية؟ انا بحمل الاول السلطة التنفيذية بالقدر الاول. احنا عندنا مسؤولين لا فكر، لا ارادة، لا هدف. وده اللي خلق الفوضى. ده انتوا كاتبين لا نريد ان نراهم في افراحنا ولا عزاءاتنا. معلش انا فقدوا الشعبيه والشرعيه. انا بس اتكلم في الهدف، لعلنا نوصل بعرضنا النهارده لحلول لبعض المشاكل دي. عندنا مشكله مروريه، عندنا مشكله المباني المخالفه والعشوائيه على املاك الدوله وتعدي على الطرق، مش على الشوارع. طيب عندنا المشاكل دي كلها. اولا احنا الدور التشريعي بنقول هم بعض من النواب، اذا طلع القانون فبيبقى بوافق النواب كلها، ما طلعش فهم ما لهمش زعمه. ولكن الدور الرقابي هنا، انا زي ما انا شايف كل ده في منيا القمح، النائب شايفه والنائبه شايفاه. فانا مش، انا كمواطن ماليش الحق ان انا اروح على السلطه التنفيذيه والله والله انا شايف كذا وانا شايف كذا. فين الدور الرقابي؟ هو ده اللي انا عايز القي الضوء عليه.
بسرعة يعني في حل التوقعات ضدكم لا يمثلونا، كيف تتعاملين معه؟ طبعا هي حرية، انتم لا تمثلوهم يعني. هي حرية شخصية طبعا يا استاذ وائل، احنا مش بنقول ان احنا قايمين بدورنا باكمل وجه، لو احنا قلنا كده يبقى احنا كذابين بدرجة كبيرة جدا. لا يمثلونا هو الاسباب، انا حضرتك دلوقتي بس الاستاذ مدحت قال 1 2 3، قال لك النائب هو دوره تشريعي رقابي رقم واحد، اوكي. طيب دور التشريع الرقابي حضرتك تعرفه ازاي يا استاذ مدحت؟ بما ان بما ان مفيش قناه دلوقتي رئيسيه بتذيع جلسات مجلس النواب، حضرتك شفت كام، شاهدت كام جلسه مجلس نواب؟ حضرتك انا اتمنى منك الرد. ده حاجه. الخدمات الثانيه، قريه زي قريه الصنافين اللي بدات الحمله ومفيش الحمله دي يا استاذ وائل بدات من قريه الصنافين وهي ممنهجه داخل قريه الصنافين واحنا عارفين النظام فيها، رقم واحد. ايه الخدمات بعد اذنك استاذ وائل؟ بس انا ببص على ايه هي الخدمات اللي ناقصه في قريه الصنافين. قريه الصنافين بها صرف صحي، بها محطه مي، بها رصيف، بها وحده محليه، بها وحده صحيه ومع انها كانت مستشفى تكاملي، بها 2 مركزين شباب. طب ايه اللي هيخلي الناس يقولوا طب ما احنا قايمين بدورنا يعني؟ حضرتك هو بيقول حضرتك الكلام ده كله عارف جدا من الصح. استاذ انا اقول لحضرتك احنا مع الناس سجل مدني. مش صح ان انت عندك ده كله؟ لا لا لا، انا قدمت الطلب دوت لسجل مدني، بعد اذنك حضرتك هتيجي معايا سجل مدني، قدمته للاستاذه عبير قالت لي اجيب لكم السجل المدني، ورئيس الوحده المحليه وافق على تخصيص المكان. تخصيص المكان استاذه عبير من فتره طويله جدا ما عملش اي حاجه في السجن. لا يا فندم، لا استاذ مدحت، الاستاذ محمد سامي الراعي الرسمي لحمله لا يمثلونا عارف الكلام ده مع رئيس الوحده المحليه، ان انا لما قدمت استاذ وائل السجل المدني تم رفضه لقرب المكان بينه وبين سجل مدني سنهوت ما يكملش 10 دقائق. خلاص صالح الناس مش انا القضيه بس يا فندم. انا قلت طب ما القضيه مش السجل المدني. الاستاذ مدحت بيقول هل انت بتشوف الاستاذ عبير في الدايره؟ لا يا فندم، لا يا فندم ما شفتهاش. انا اتصلت يوم 15/9 بالاستاذ محمود تقبيه اخوها، طبعا ده مدير مكتبه، قلت له ولا الاستاذ ولا الدكتور صلاح محمد صلاح. اتصلت بالدكتور خالد اخوه قلت يوم 16/9 قلت له عايزين نعمل كشف حساب عن الفتره اللي فاتت، انتوا مسؤولين مننا اللي احنا كنا بنقول الناس عليكم. حضرتك اتصلت بمدير مكتبه وقال لك ان انا ما بردش على حد؟ قلت له حضرتك تعبانه حضرتك الدنيا الدايره كلها تعرف ان انا كنت في العنايه المركزه، كنت مصابه بجلطه في المخ. اذا انا صادق يعني انت مش موجوده؟ مش موجوده يعني انا 15 يوم داخل العنايه المركزه اللي انا كنت فيهم، كان الرصيف اللي انا جايبه لكم عندكم في قريه الصنافين. لا مفيش حاجه اسمها جايبه لكم. جايباه يا فندم، جايباه من اعتماد جيبك. مالي؟ لا اعتماد مالي. اعتماد مالي يا فندم؟ اعتماد مالي. اعتماد مالي اما تقولي الرصيف اللي انا جايبه لكم؟ لا مش جايباه من جيبي والله. لا ما تقوليش اللي انا جايبه لكم. لا الاعتماد الرصيف اللي انا بذلت مجهود عشان اجيب لكم حق، وده حقكم حقهم طبعا. انما الرصيف اللي انا جايبه لكم كده قريه الصنافين استاذ وائل، قريه الصنافين انا واخده فيها رقم واحد، وقلت ان قريه صنافين دي بلدي رقم واحد ونزلت هنا الشباب. يا جماعه انا بتكلم عن النموذج. أوكي. انا عايز الناس تحاسب نوابها كده. الاستاذ مدحت بيقول انا عايز كل الدوائر تحاسب نوابها بهذا الشكل. انا اتمنى ان اقدمك تسمح لي اسوي تسمح لي اسوي انا النواب دي زمان حضرتك مسؤولين مننا، هم الاستاذه جابت لي قالت اخوها قال لي ده احنا جبنا لكم 1.5 مليون، انا مشكور قلت لها مشكورين. 1.5 مليون ده بتقول رصيد؟ ما عندناش رصيد اتعمل، ما عندناش رصيد اتعمل. ابعت الكاميرا بكره رصيف معمول كيلو رصيف يا فندم. حضرتك الكاميرا كانت موجوده امبارح وشافت الكلام ده، الكاميرا ما بتكدبش. لا ما حصلش يا فندم. احنا جبنا لكم رصيد. طب نعمل مداخله لاي حد من قريه الصنافين. خليني القضيه مش رصيف يا جماعه. حضرتك الاستاذ محمود بعد اذنك بس سؤال بعد اذن سياده النائب. الاستاذ مدحت بيقول ان هو ما بيشوفناش، في صوره انا بعتها لفريق الاعداد واحنا مع الاستاذ مدحت اثناء الرصيف لما كان بيتعمل، ده حاجه. شكر للاستاذ مدحت والاستاذ محمود ثروت الراعي الرسمي اللي حملت لا يمثلونا، شكر للنائب عبير طوبيه اللي بذلها مجهود. ما انا قلت انا مشكور بس بعد الواقع حضرتك بعد كده يقول لك انت مش موجود. يا وائل بيه مفيش حاجه على الواقع، جابت لنا ورقه ممضيه، ما اكثر الورق الممضي موافقه فجبناها. شكرا لكذا كذا شكروك على استاذ عبير. ال 800 متر ركز معايا بقى عشان حضرتك شكلك مش عارف ال 800 متر انت جبتهم ايه ودول ايه. ال 800 متر اللي جم ده رد الشيء لاصله مش اللي انت جايباها، ده اللي عملت شركه الميه. كان ميت يا فندم بقى الطريق ما اترفضش يا فندم. انتوا تسببتوا في دمار طريق الخواص بمشاركتكم مع المقاول ووافقتوا للمقاول يمشي بتاع طريق الاقليمي على طريق الخواص. ايوه يا فندم مبارك حضراتكم. طيب دكتور صلاح محمد صلاح، كويس ان اهالي الدايره يحاسبوكوا بهذا الشكل وعلى الهواء يعني.
ما التهامات او يعني ما بنشوفهمش، ما فيش خدمات، في تدني شديد في الخدمات، عندهم شبهات متعلقه بالفساد المالي. يعني بيقولوا طيب موضوع تاشيرات الحج وبيعها ما يقولوا لنا هم فين منها يعني. بدات انا بشكر حضرتك على هذا اللقاء. الله يخليك. واتمنى هو يكون يعني بدايه لان يبقى قنوات اخرى تدي هذه الفرصه. اتمنى كل الناس يوافقوا ان يبقى في نواب في مواجهه ناخبين ومواطنين. لما دعينا فطبعا احنا لبينا النداء، وده امر طبيعي وحق المواطن عليه ان هو يسمع نوابه في ظل للاسف حاليا المناخ نفسه مغلق للشعب ان هو يرى ما يدور داخل البرلمان. في الفترة الماضية كانت في قناة صوت الشعب بتنقل هذه الجلسات مسجلة ليلا، واحنا انا عملت بيان عاجل في جوه المجلس وطلبت الناس يعني بتشوف نواب يعني بالليل يعني البعض مش الكل، فانا طلبت في بيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ان هي تذاع مباشرة، لان من حق الناخب انه يمارس رقابة على النواب ويشوف اداء النائب اللي هو اختاره، بحيث يقدر بعد كده يكون عنه يعني عقيدة، يقدر بعد كده هل يستمر في ان هو يؤيده ام لا. بالاضافه هنعمل نوع من التثقيف والتوعيه للمواطن. طيب ندخل بقى في اتهامات وهنشوف بقى برضه يعني نشرح المواطنين معانا اللي هم معنيين. بدات حضرتك ردي طبعا على الاستاذ مدحت. انا استاذ قانون دستوري، انا استاذ قانون دستوري، هو قال احنا ما شفناش اي نائب قام باي دور. ده حضرتك ادي ورقه رسمي من مجلس النواب بتقول ان انا شاركت في وضع يعني مشروعات 15 قانون، طلبت الكلمه 33 كلمه داخل المجلس، داخل القاعة، ده داخل الجلسات العامة، غير ان انا عضو في اللجنة الدستورية والتشريعية، دي مطبخ المجلس، العمل القانوني كله. طب ليه جايبين منين داخل يا فندم؟ وبالتالي كل صغيرة وكبيرة. اشتكى الدكتور علي عبد العال اللي هو بيدروش الكلمة على صفحته الشخصية، قال انا يا جماعة الدكتور عبد العال، علي عبد العال بيحرمني من الكلمة. ما بقول لك اهو انا طالب كلمة 33 خدتها 17. بص يا مدحت ده اللي حصل في النائب عدم هو في النهايه شايف النائب بتاعه متكلمش. هو انا ما اتكلمش. لا بخليك معايا. ده كشف حساب اللي انت بتطالب بيه. انا طلبت الكلمه 33 مره في دور الانعقاد السابق اللي هو الثاني، خدت الكلمه 17 مره. تمام. لكن انا كاستاذ قانون كان المفروض انا اخد الكلمه في كل مره بطلب فيها الكلمه. تمام. ما كانش استاذ القانون يتكلم وانت بتناقش قوانين يبقى مين اللي يتكلم. لكن الدكتور علي كان بيحاول يعمل توازنات وادي فرصه للجميع. عشان هم بس ما دول ارد بس على حاجه ضم بس مع يا وائل بيه. وائل بيه بالنسبه بس يا وائل بيه عشان نتكلم عن الفساد الفساد المالي. وائل بيه عشان انتوا بس جايين اقدر ان انا استوعب العدد يعني اي حاجه في المشاكل. يا هو الراجل بيتكلم ناس بيتكلموا معاه. ارد بس على فكره الفساد المالي. بدايه يعلم الجميع ان انا تنازلت عن هذه التاشيرات الخاصه بالحج وقدمت ورق رسمي مع بعض الزملاء، وهو انت بعت مدحت عارف هذا الكلام موجود على الصفحه بتاعتك. بعت له اكيد طبعا. اديتهم لمين؟ بعتهم لي والله ما طلعتش حاجه. اكيد بعتهم لك. لا مش انت ما تستهتريش بكلامي. لا احنا طلع الاعلام قال يا فندم بتتهم مجلس النواب المصري بالتاشيرات. الاعلام قال اللي في منتي نواب في الاعلام في تحقيقات داخل تحقيقات. هل انتوا منهم؟ هو احنا كتير علينا يقول اي حد حاسب نواب على بيت كتير علينا ازواج يقول لا ولا لا. تم يا جماعه كتير علينا متعالين على النواب ليه؟ على الاهالي ليه؟ ده هو متواصل معايا هو يقول هذا الكلام على صفحتي. حضرتك في عز الشتاء على بعض. لا يا فندم مش يا فندم حضرتك ما بتردش عليا. انا برد والاستاذ لا انا هقول لحضرتك بقى هحط حضرتك يا فندم. انا قلت لحضرتك في صور كده بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك يا استاذ وائل في فريق الاعداد في صور مع الاستاذ مدحت في نفس القريه يعني. طيب ماشي. اقول يا فندم على حته ما توصلش كده. انا بالظبط هناخد بس الناس على التليفونات من الاهالي بتوع كل اللي هو اللي كان يجب انهم يدخلوا. هاتوهم لنا يا جماعه. بتقول ايه اللي هو بيقول لك انا بقول لما تجاوب معاك في الحديث على الصفحات. لا انا رديت عليهم، انا سالتهم اربع نواب في خدمات تقدم ولا لا؟ مفيش اي خدمات في الاعلام. وفي الجانب الثاني هل بتشوفهم يا وائل بيساندوا المواطنين؟ لا يا فندم. يا وائل بي في قضايا الغلاء وارتفاع الاسعار. لا يا وائل بي في احنا عندنا رغيف العيش اللي في الدنيا كلها بيتباع بخمس قروش، المدعم بيتباع عندنا بباريس عشان تاخده افضل. يا وائل عندنا فندم البنزين بيتباع سودا. عندنا 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 احنا يا فندم اكبر قريه عندها 90,000 نسمه، عندنا فرنتين بس، عندنا فرنتين بس اللي حضرتك بتقول عندها خدمات، عندها 90,000 نسمه. احنا قريه رئيس وزراء مصر اللي انت بتعالي علينا، احنا قريه ايه يا باشا ابراهيم؟ احنا لا تعالي بتعالي علينا. بقولها موصله فين بلدي؟ انا بتعالي علينا يا فندم. احنا في كام سنه بنساعد الرئيس السيسي
25 مليون جنيه لمينا بجود ذاتية، عملنا بالمستشفى اللي بتفتخر بيها بجود ذاتية، عملنا مداخل القرى، عملنا بجود ذاتية. 25 مليون جنيه احنا بنسابق الزلمة على السيسي والنواب بيرجعوا السيسي ورا. والله والله محدش بس محدش هيرجع السيسي ورا، ادائهم ولا حد هيرجع الرئيس ورا يا فندم. ادائهم السيء في الرقابة، ادائهم السيء بيرجع الدولة كلها ورا. ليه؟ ما هي الاسئلة والاستجوابات والطلبات الاحاطة والبيانات العاجلة موجودة ومسجلة. الاستاذ مدحت اتهم نواب منيا القمح بعدم قيامهم بدورهم تشريعي رقابي. حضرتك ده ورق من مجلس النواب المصري من مركز المعلومات بيثبت مشاركتنا في القوانين وطلبات الاحاطه. شاركتكم في المعلومات موجود عند حضرتك. انت فين اسامه؟ فين هي دي يا فندم؟ انا عبيد طوبيه رقم 127 يا استاذ. يعني حالتي مش مشهور؟ ايه حالتي مش بتمر؟ يا عبير طوبيه هتحل مشكله يا والدي. طيب انت قلت بعمل اهو. ايوه يا فندم كلنا بنتكلم يا جماعه. يا جماعه يا استاذ عبير، كون هذا النقاش بيحصل معناه ان في حاجز كبير، في اسوار تعزلكم عن الناس. لو انت موجوده في وسط الناس والله ما هيجي لنا كده ويقول لك انا عايز احاسب نوابيه. والله موجودين في كل الناس والله. يمكن انا ولو انت موجوده في وسط الناس مش هتقولي لهم انا جبت لكم رصيد. انا واقف مني القمح المهندس سعيد درويش عارف الكلام ده وهو شاهد حق. انا اللي فاتحه مكتبي من قبل ما احلف اليمين. اول ما عرفت ان انا نجحت فتحت مكتب في منيا القمح. لو تدينا فرصه بس نلقي الضوء على المشاكل المهمه اللي احنا عايزين. الساعه 8 يوميا بيستقبل الناس اللي عندهم اي مشاكل. انا يوميا بزور 3 4 قرى في تواصل مع الناس. حضرتك كل اللي موجود هو الورق هيبان لحضرتك طلبات الاحاطه وبيانات العاجله. عايز تقول تعليق بسرعه يا مهندس؟ طب بسرعه. انا بقول لك بسرعه. عندنا مشكله الميه. الميه الناس بتدفعها مضاعف. يعني ايه؟ عندنا الميه كل بيت بركب موتور، فانا بدفع كهرباء وبدفع ميه. دي مشكله كبيره لا يجب ان ينام النائب. وعندنا الحل بتاع الميه تمام كده. انا هقول لحضرتك سريعه خالص. المشكله الثانيه في طريق منيا القمح 400 بناتف. من شهر واحد اتعمل تاكسيه لجزء منه عند عزبه الزناتي، والطريق عباره عن جبال غير ممهد من يوميها. طب المايه والطرق عندك ايه تاني؟ لم يتم تمهيده. انا حضرتك عملت طلب لمعالي المحافظ وافق على اعاده رصفه مره اللي بتبنى على مرأة ومسمع من الجميع، واعتقد التعديات يعني على الارض الزراعيه. على الارض الزراعيه على حرم الطريق بيقفل الطريق كمان. قدمنا بمشروع بدون قانون ترخيص بدون اي حاجه. وايه تاني النقطه الاخيره؟ والاشغالات اللي ماليه البلد. مصنع الغزل اللي لحد دلوقتي وقف خالص. قصر الثقافه اللي ما بيشتغلش. احنا عايزين نشوف. احنا مش جايين نتام نوابنا. يعني خلينا بس الناس تتكلم. هو بتحاسبكم. احنا جايين نشوف قصور الثقافه. طب اتفضلوا واسمع. مش جايين يا جماعه. لو سمحت اتفضل. اولا مصنع الغزل كل اللي قاله الباشمهندس ده حقيقه على ارض الواقع. يبقى لو هو حقيقه. لا ما هو حقيقه. خليني بس اقول لك. يبقى الناس لما تقول لا تستحقون ان تكونوا نوابا عنا يا استاذ وائل. انا بقول في مشكله. طب ايه اتحلت ولا ما اتحلتش بقى؟ طب مش كان في مشكله؟ يبقى اتحلت ولا ما اتحلتش؟ انا كنائب المفروض ان انا احاسب على ان المشكله اتحلت ولا لا. ولا كافه شغل اصلا ثقافه يا استاذ عبير. ليه يا فندم؟ بقول لك اصل الثقافه مقفول. امال انا هواجه الانحراف والادمان والحاجات دي ازاي؟ انا مقدمه طلب. اكذب الشباب لايه يعني؟ انا مقدمه طلب للسيد وزير الثقافه بخصوص هذا الموضوع ولم يتم البت فيه حتى الان. اكثر الطلبات يا سويد. ده اي حاجه. طلبات والبت اللي بيحصل. دي الادوات اللي بيحصل. طلبات والمؤشرات والمؤشرات. يعني انتوا اللي تملكون انك تقدمي طلبا وتنزلي الصف. على الاقل خالص ان مثلا لما يبقى بيحصل رصف المفروض ان ده شغل المحلات. احنا في اجازه عشان انا ما عنديش وقت يا جماعه. احنا كده يعني ضمننا القضيه كلها. ده فضلت تشريح على لما يبقى في قصر ثقافه مقفول. يعني انا بواجه كل ده ساعتك عمال في طلبات احاطه للثقافه طلبات احاطه للوزير الثقافه. انا مقدم في الورقه قدام حضرتك في طلب احاطه معمول للمصنع الغزل وطالب فيه رئيس الوزراء ان هو ياخد موقف مع مجلس الاداره ومن يشغل او يدير المصنع في الوقت الحالي. ده موجود حضرتك في الورق. بالنسبه لموضوع استمرار البناء على الارض الزراعيه تقدم مشروع قانون لتجريم او ايقاف هذه المساله وجعل الجريمه ما انا حضرتك يا دكتور بناء بدل ما انا لحد الوقت اهو البلد بتتاكل. يعني معايا بكاميرا وانا والله العظيم ده عندنا وائل يا جماعه بس لو سمحت لازم. انا دوري يعني اقدم مشروع القانون لكن في اطارات وفي خطوات داخل المجلس. انا بتكلم يا دكتور لو سمحت. الدكتورية الاخيره لو سمحتوا يا جماعه نقطه نظام. ما هو لما يبقى يقول لك انا ما فيش خدمات واصله للميه
وواصله لي لمصنع مهم زي لا انا عندهم مواتير انا هدول المصنع اي حضرتك اي لا ايه مشكله الميه انت بتساليني انا لا بقول لك حضرتك ايه مشكله الميه يا باشمهندس الميه بندفعها كهرباء وميه بندفع للماتور وبندفع للميه ليه يا باشمهندس ده مش دور يا وائل بيه ده مش دور ده وائل بيه وائل مع حضرتك اسمح لي يا استاذ يا حضرات ده مشروع الصف الصحي بالصنفين المشروع بيه عوار كبير انا عملت انذار على قد محضر للسيد المحافظ والسيد رئيس شركه الميه بقول لهم ارجوكم في فساد ارجوكم ما تستلموش المشروع وقلت للنواب وللاسف انا 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 قبل ما اشكركم استاذ عبير في تعليق اخير النواب الاهالي يعني حتى لو دي ملاحظات يعني حتى لو دي مآخذ حتى لو دي جزء من حمله لا يمثلونا لكن من الواضح ان كل ما تفعليه انك تقدمي طلبا وبتقولي انا كده لا يا فندم لا يا فندم حضرتك يا استاذ وائل استاذ وائل بعد اذن حضرتك انا لو ما مشيتش مش الموضوع ورق كل انا بعت فيديوهات وبعت الاستاذ مدحت يقول ان احنا ما كنتوش انا في عز الشتاء كنت معاهم وهم شباب الصنفين الواعي تحت رئاسة الدكتور محمد زيدان الراجل المحترم بجد كان موجود معاهم ناس محترمين فعلا شكرا يا فندم انا موتش ماشي اوكي كمل يا فندم فندم انت عندكم بلاوي انا كنت موجوده ده بلاوي بعد كلمه بلاوي الفلاحي ده فندم صور مركز شباب شوف يا فندم الصور عامل ازاي يا فندم بص على الصوره يا فندم مين اللي دخل ليه يا زلمه ما تحلش يا فندم كمل يا فندم انت حضرتك عملت مداخله في قناه اخرى وقلت ان انا حليته يا فندم الصور كمل على هذا العوار ما جيتش لما طلبت ابعت لجنه فنيه ما جيتش لما طلبت ودخلت شوفوا جميعا الصنافين وتم بعد ذلك احاله المقاول الى تحقيق وتم احاله المقاول كمل يا فندم طيب يا جماعه يا جماعه مشكور انا بس عايز اقدم هذا النموذج ان يبقى في محاسبه بهذا الشكل بين في تجنى علينا وائل بيه في تجنى علينا انا هقول لحضرتك في 10 نقاط انتم جوه جوه قريه الصنافين احنا ما اتكلمناش بعلم استاذ مدحت وبعلم اسم محمد سامي طب انا بسالك عملت ايه بص يا فندم حضرتك دلوقتي انا بتكلم على عبير طوبيه دلوقتي عبير طوبيه اول ما انقامت مع وزير الصحه ورئيس لجنه الصحه بمجلس النواب لتفعيل الوحدات الصحيه وتشغيل العيادات الخارجيه بالمستشفيات التكامليه او بما يسمونها الوحدات الصحيه عبير طوبيه يعني الحاله الصحيه في منيا القمح المستشفيات والوحدات الصحيه في والله في اوج ازدهارها لا طبعا طب خلاص هل الحاله الصحيه تتبقى يعني انت جمهوريه مصر العربيه خلاص يبقى يعني فندم انت بتسعى يا فندم حضرتك عملت ايه لا تتباهي بالانهيار يا فندم انت عارفه ان الوحدات الصحيه اللي كانت زمان يعني الوحده الصحيه اللي هي بتقفل الساعه 12 الظهر وكل ما تقدمه هو تطعيمات لما يشتغل فيها وحده لما يشتغل فيها عيادات خارجيه للناس الغلابه اللي بتروح تكشف بتذكره بجنيه او باتنين جنيه يبقى ما بيحصلش هل ده اشتغل ما بيحصلش يا فندم احنا عندنا مستشفى اسمها مستشفى سنوت على اجهزه على اعلى مستوى للاسف الشديد ما فيش وكيل وزاره ولا وزير صحه جريء يشغلها اجهزه يا فندم متكلفه فوق ال 30 مليون جنيه طب انا عايز حد من قريه سنوات يا جماعه عشان عادي طوبيه كانت الداعم الاساسي في مستشفى سنوات لان كان ده تفعيل من المجتمع المدني وتعظيم منه عايز اقول لحضرتك حاجه احنا انا مش عايزك استاذ عبير مش عايزك تقولي الانجازات على الطريقه القديمه اللي اعتدناها يا فندم اللي هي البيانات التقليديه اللي في النهايه هي وهم عند الناس طب ايه طب ايه حضرتك احنا نطلب من حضرتك كاميرا لرصد الحاجات دي طيب الصوره مش موجوده على الارض فيها مشاكل بالفعل لكن انا بقول لحضرتك يعني منيا القمح جنه مزدهره لا لا مصر الجديده حل مشاكل حضرتك ان احنا المشكله ان النائب احنا محاملينه بالاضافه لدور الرقابي انا بشوفك والتشريعي بنحمله دور الخدمات انا بقول لحضرتك حل هذه الاشكاليه عندما يصدر بالفعل انتهى القانون الاداره المحليه القوانين ما هو ممكن يا دكتور ما هو ممكن يقول لك عملت لي ايه في القيمه لا ما احنا ما عملت لي انا ربطته انا ربطته انا ربطته انا ربطته عملت لي ايه في القيمه عندما يصدر القانون الاداره المحليه ويساعد على ظهور مجالس محليه في القرى والمدن والمراكز طيب. وده هيساعد على حل المشكلات اللي هو طيب. استاذ مدحت بيتكلم عنها جميعا واتمنى ان بس حضرتك على الصوره دي انا لا عملت حمله انا لا عملت حمله بس حضرتك عملت حمله نشا الامور شخصيه رقم واحد احنا هي نزله الصنافير هقولها لحضرتك بس انت قول بص هقولها اهو يا فندم اشكركم جميعا يا جماعه على الهوا مش قدام جمهور اعتبر نفسك ان انت قدام ربنا وهتسال عنه ان انت ما شفتش عامل طوبيه في الصنافين والله العظيم ثلاثه يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا اشكركم جميعا اتمنى النموذج ده هو ده نموذج مصغر لمواجهه مش مشكله النواب يجوا على الهوا ويقولوا والله احنا مستعدين نواجه اللي طالبين بسحب الثقه مننا وما اكثر الدوائر اللي فيه مطالبات بسحب الثقه من نواب ويقولوا كمان تعالوا حاسبونا قدموا كشف حساب يعني
هنا خلاص الناس حاسبوهم، ونتمنى ان النواب يمكن ان يتخذوا من هذه الحلقة يعني نموذجا او حتى جرس انذار ان ممكن الناس تنتفض فجأة وتقول هؤلاء النواب لا يمثلون. بعد الفاصل هنكمل معاكم في قضية تانية في غاية الأهمية.